وجه المشاركون في ندوة الإرهاب وحقوق الإنسان انتقادات حادة لصمت المجتمع الدولي للإرهاب في مصر والشرق الأوسط، لافتين إلى أن الإرهاب يمثل ضغطا على الأوضاع السياسية والاقتصادية وبتبعية على حالة حقوق الإنسان. جاء ذلك خلال الندوة التي عقدت بمقر المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف ونظمتها مؤسسة حقوق تعاوني مع المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية وجمعية المرأة والتنمية بالإسكندرية. وأشار سعيد عبد الحافظ مدير ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان والذي أدار الندوة في كلمته إلى أن أوضاع حقوق الإنسان في مصر تشهد تقدما ملحوظ. من جانبها أكدت نهى بكر عضو الهيئة الاستشارية بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية أن مصر رغم ما شهدته من تحديات إلى أنها فتحت الباب لاستقبال ما يفوق عن 5 ملايين لاجئ من جنسيات عربية وإفريقية، مشيرة إلى أن مصر تتعامل مع هذا الكم الكبير من اللاجئين وفق آلية تعايش والاندماج وليس العزلة وبناء مخيمات مخصصة لهم، لأن مصر ترى أن هذا هو دورها في دعم دول الجوار والقارة الإفريقية.